أهلا وسهلا فيكم في episode 3 من بكرة بودكاست. اليوم عنا ضيف زغرتاوي كمان مثلي، بعرف أن أنا وياه بنحب نقول إهدن أكثر من زغرتا، لأن إهدن أحلى محل بالعالم لإلي personally at least. ميشيل دويهي، أهلا وسهلا فيك ببكرة. للي ما بيعرفك، للي منه محظوظ يعرفك already، عرفنا شوي عن حالك. هاي جينو، وشكرا على هيدي الاوبورتونيتي انه نعمل هالبودكاست سوا. وانا مثلك كمان اهدم بالنسبه لي احلى محل بالكوكب، بهالمعنى غريبه علاقتنا بهالبلده اهدم تحديدا. يعني انا بيك زغرتويه طبعا، بس اهدم علاقتنا فيه وعلاقه كل زغرتويه بهال باهدم ما بتتفسر، عن جد ما بتتفسر. واحد بده يعرف شو يعني يعيش فيها، يشم هواها، يكزدر فيها، يسهر فيها، جد يخيم فيها، كل شيء فيه أحلى. فعلا فعلا هيك. جينو، أنا باحث بالسياسة وأستاذ جامعي، عندي دكتوراه، معي دكتوراه بالعلوم الإنسانية السياسية والعلاقات الدولية. كتير بحب الايدنتيتي بوليتكس، بمعنى افهم، ولا اقول لك اللي عم اقول هيك، افهم كتير الناس كيف سلوكها السياسي وبالتالي سلوكها الانتخابي من وين بيجي، وخصوصا ببلد متنوع مثل لبنان. وبهالمعنى الثيسس تبعي، التايتل تبعها يلي هو الهيستوري اوف قضيه زغرتا بشري والبترون، هي كانت من 43، يعني من الاستقلال اللبناني، الاستقلال اللبناني لحديت الحرب الاهليه، هي كانت محاوله مني لاقدر افهم واربط اذا بدك بين اخبار اللي اسمعها انا وصغير عن مشاكل زغرتا، عن قصص زغرتا، وعن القصص نسمعها نحن واولاد عن بشري والبترون. ف أخذتني الحياة وجابتني جينو، وبعدين بلحظة ما قررت أنه هلأ صار وقتها، صرت mature enough، قادر أخذ distance من الأشياء. أنت بتعرف جينو، لما بتعمل research بدك تأخذ مسافة من الأشياء. واحد ما يكتب بعاطفة، يكتب بمنهجية علمية ليكون صادق مع الحدث وصادق مع التاريخ وصادق مع الانترفيوز اللي عم يعملها، ليعملها بعدين coding، بمعنى أنه كيف يعملنا analysis لهالمعلومات ليطلع ورقة بحثية. وهذه الورقة البحثية طلعت معي دكتوراه من 400 صفحة، صالحتني مع كتير مفاهيم، صالحتني مع كتير اشياء كنت فهمينها غلط، تحديدا بالقضية تبعنا يلي قضاء صغرتها، بعدين عملت بشري والبترون. وبهالمعنى نكت كل اصحابي علي انه انت عملتها هيدي، لانه عارف انه هيدي الدائره بدها تصير دائره انتخابيه وحده، وانا عملتها قبل ما هذا القانون تبع 2018 ينقل بكذا سنه يعني. فلما وهيدا الشيء اللي رح نرجع نحكي فيها يمكن، خلى انه اذا بدك انه لما عم نفكر بشمالنا باول اجتماعات عملناهم مع الشباب البترون والكوره وبشري، كنت دائما نقول انه يا اصدقاء ليكو تاريخنا مع بعضنا رح هو معي اخر 70 80 سنه، بمعنى انه عامل لي ابحاث واركايفنج ومقابل فوق 150 شخصيه وفيت ارشيف الاحزاب، وعامل كتير اشياء احزاب بهالمنطقه، والاحزاب يلي هنيك وطنيه بس اجت كمان عملت امبلمنتيشن اذا بدك، او فاتت على هيدي الدوائر، كله معي. تعالوا نحكي كيف بدنا نقرب لقدام. هيدي احدى القصص يلي انا ساهمت فيها ولو بشكل كتير صغير اذا بدك بتركيب قصه خبريه او سرديه تبع شمالنا من وين نبلشي. فكله كله كله مربوط ببعضه صديقي جينو. بفتكر اللي قلته ميشيل، او الريسيرش اللي عملته، ثيسس تبعك كتير مهم، لانه انا وياك بنعرف وكل اغلبيه الاشخاص من هول المناطق، ما بدي اقول حزازيات، بس مثل كانه كل قضاء فتح على حسابه انه ما خصهم ببعض. وقتها كل قضاء، ان كان بشري صغرتها يلي هن التراديشنال اذا بدك ضد بعض، دائما اكزاكتلي ذا سيم. انا برايي دائما واكثر من هيك جينو، وهذه الشغله بينت معي ببحاثي، انه اللي بيمثل هيدي الاقضاء، وعم بحكي عن اخر 70 80 سنه، القوي بكل من هول وحده، هول الاقضي القوي بمعنى ممكن يكون عائله سياسيه او ممكن يكون حزب، اذا هول كل قوي بكل واحد من هالاقضي الاربعه، إذا اتفقوا بالسياسة بنزلوا هالاتفاق على الناس، وبصير العلاقات شبه طبيعية بين أهل الأقضية الأربعة. وإذا اختلفوا بالسياسة جينو بنزلوا هالاختلاف على الناس، وبصير في بتوتر بين الأقضية الأربعة. ونحن أهل صغرتها بنعرف هالشي، إن كان تاريخيا عم بحكي مع أهل بشري، وأهل بشري مع أهل الكورة، وأهل البترون مع أهل الكورة، ونحن صغرتها مع البترون، وإلى ما هنالك من قصص العلاقة. شمالنا بهالمعنى جاي to answer a question, to turn the page، بهالمعنى انه نحن منقرر، الناس من تحت لفوق
نحن بنقرر كيف نشتغل سوا بالسياسه مع بعضنا، ونحن بنقرر علاقتنا السياسيه ببعضنا، ونحن بنقرر علاقاتنا الاجتماعيه والصداقات اللي بنبنيها مع بعضنا، مش ناطرين مين بيمثل هالقضيه بالسياسه لو هو يحتم هالعلاقه ويعمل لها هيك يعطيها ديفينيشن خاصه في حسب المصالح السياسيه. نحن استعدنا اذا بدك السياسه بهالمعنى، قلنا نحن بنشتغل سوا وبنعرف كيف نشتغل سوا، وهيدي روح شمالنا جينو، هيدي هي اذا بدك روح ونفس شمالنا، انه شباب وصبايا قرروا بلحظه ما، طبعا جينو مربوطه ب 17 20 بيقولوا نحن بنشتغل سياسه مع بعضنا وما بدنا ننطر حدا يقرر كيف نشتغل سياسه مع بعض. انا كثير مبسوط انه ذكرت هذا الموضوع، لانه اكثر شيء انا كنت محمس احكي عنك معه هو الانتخابات التمهيدية اللي صارت بشمالنا كرمال يتنقوا مين هن الكانديديتس. يلي ما بيعرف البرايمري إلكشنز هي وقتها الأشخاص هن الفوترز هن بينقوا مين بدو يمثلهم قبل ما يتشكلوا الليستات، وهيدي مشكلة عم نشوفها بعدة دوائر بلبنان وين ما عم يصير في اتفاق هين، أو عم يكون اتفاق كتير مسي أو عم ياخد كتير وقت، لانه كل مجموعه او كل جروب افراد او كل حزب تغيير او كل كذا مفكر حاله انه هو اللي عنده اكثر شيء او هو الاكثر شيء عنده دعم من الاشخاص اللي راح يروحوا يصوتوا. فانا كثير مبسوط منه وفخور فيه، وكان دائما حلمي انه يصير شيء مثل برايمري الكشنز بلبنان، صار بالدستريكت تبعنا فوق بشمال الثالثه. فيك تفسر لنا شوي كيف وصلتوا لهيدي البوينت وكيف انعملت البرايمري، وليه ليه برايك هيدا الشيء منيح او مش منيح بركه للفيوتشر للبنان شغل السياسه اتليست؟ تماما. جينو انا وياك طبعا منتابع السياسه الغربيه، وبنعرف انه قبل كل الكشنز اذا بريزيدنشال ولا اذا نظام برلماني ليتقرر مين بيمثل هيدا الحزب او ذاك الحزب، بكل الديمقراطيات الغربيه في شيء اسمه برايمريز. بمعنى بيرسونلي بعطي دائما الاكزامبل هون، يعني شيء مش من هالقد زمن بعيد، انه اذا الحزب الديمقراطي هون نطلع على بايدن وبيرني ساندرز، انا بلاقيهم كثير بعاد عن بعض، يعني ما بعرف كيف حتى هن بنفس الحزب، بس وقت حسوا بالخطر يلي كان بين الجمهوريين وقتها بترامب اجتمعوا بلحظتها بهي دور القصص، وهلا رجعوا يختلفوا من بعد ما وصلوا على الكونغرس على السنت وعلى الهاوس وعلى الرئاسه كمان مع بايدن. ف هيدا بفتكر احلى طريقه تنقدر نحل مشاكل وقت ما احنا عارفين، يعني ما فيك تعرف الا ما الناس تطلع تصوت يصير عندك شرعيه انتخابيه قبل الانتخابات اتسلف، تكون مطمن راسك بالك انه اوكي هذا الكانديديت هو الكانديديت الصح. طبعا تماما، وبهالمعنى البرايمريز عندها وظيفه شنو؟ اول شيء انه يعني مناصرين يلي بايدوا هذا الحزب او 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 ذاك الحزب عندهم راي مباشر بالمرشحين، ما حد يعني قياده هذا الحزب مين ما كان يكون عم بحكي باهم الديمقراطيات ما بيقدر يقرروا مين رح يكون مرشح على النيابه او مين رح يقدر يكون مرشح على الرئاسه بلا ما يسالوا الناس. وشفنا انتخابات فرنسا مؤخرا كل المرشحين اوكي من عدا طبعا اليمين الاكستريم دروات بفرنسا كلهم عملوا برايمريز، جادو بالحزب الاخضر عملوا برايمريز، فاليري بيكريس برايمريز. فبالتالي البرايمريز هي جزء طبعا بامريكا انت بتعرف شو بيصير، هي جزء أول شيء الناس بتستعيد السياسة وبتستعيد علاقتها بالشأن العام وبتقويها وبتقرر، هي فكرة. ونحن أخذنا هذا التحدي بشماله قلنا من الأول لما عم نحكي مع بعضنا، قلنا نحن إذا عم نقول وهذه فكرة كتير مهمة جينا، إنه إذا استعادة البلد بتبلش باستعادة السياسة بمعنى how we practice politics this is the important thing، نحن كنا من الأول فهمانين وعم نقول إنه practicing politics هو ممكن يكون الخطة الأول وحدة لكيف هذا البلد نرجع نستعيده من هذه منظومة الحكم، وبراكتسينج بوليتكس مش بالشعارات بالأفعال. قلنا let's organize this primaries، خلي أهل أقضية صغارتها بشري البترون الكورة هن ينقوا مين بدون مرشحين على النيابة. وبهالمعنى كل قضاء عمل البرايمريز تبعه، وهلا بحكي بعد شوي إذا بدك على logistics، كلنا في ناس تسجلوا على بلاتفورم حطوا الاي دي، طبعا في كتير ناس جينو كانوا حابين يتسجلوا بس أنا وياك بنعرف خافوا، وأنا بفهم هالشي، ما إنه تكون مثلا البلاتفورم مخروقة مثلا بشكل من الأشكال وتتسرب هويتهم، وأنت بتعرف انتميديشن كامبين يلي بيصير والفير كامبين والتهديد بالوظائف وإلى ما هنالك من إشياء، الناس خافت بس كانت مشجعة لهالبروسس لهالإكسبيرينس
يلي اسمها برايمريز. مهم، في ناس قوت قلبها وتسجلت، اوكي، وانتخبت. كان في مرشحين انتخبتهم، في محلات يمكن ما كان في مرشحين الزياده، بس كانوا هالمرشحين مضطرين ياخذوا ثريشولد معين ليقدروا يقطعوا يتاهلوا على المرحله الثانيه، وصار هذا البروسس. 3800 منتخبه ومنتخبه بدائره شمال الثلاثه جينو تسجلوا، انتخب منهم تقريبا 80% of them. So الفكره تبعها انه اول شيء خلص نحن من الاول قلنا يلي بيربح البرايمريز دغري على اللايحه محله، وهيدا الشيء اللي انت قلته قبل جينو ما فوتنا بشمالنا، والمش هيك كل الناس عم يحكوا فيها اليوم بالبلد بقصه هذا اذا جاز التعبير البزار، وللاسف يعني اللي صار بباقي الدوائر. بمعنى انه لما مجموعه بتقول، اي مجموعه جينو باي دائره عم بحكي، بتقول انا بدي اثنين او انا بدي ثلاثه، شو انه على شو مستندين؟ انه ما هي الشرعيه السياسيه والشعبيه لهيدا الحزب او هذه المجموعه تقول انا بدي اثنين وثلاثه؟ نحن فينا نقول كمرشحين نحن انتخبونا الناس بالبرايمريز، اوكي، نحن هون نحن وي هاف ليجيتيمسي. انت بتعرف انا وياك بنعرف كثير منيح جينو قد ايه مهمه فكره ليجيتيميتي بالسياسه، اوكي، نحن العشره نحن عندنا ليجيتيميتي بمعنى ناس انتخبونا وعلى اساس احنا شكلنا اللائحه، فهمت شو قصدي؟ باقي ما تبقى مطرح ما صار برايمريز ما حدا عنده شرعيه مباشره، صار في بارجنينج، اوكي بجوز هالشيء ومقبول هالشيء بالسياسه، بس لانه كتار ولانه ما كان في كتير وضوح فتنا باللي صار فيه، لانه كمان ما في شرعيه واحد يقول انا بدي اثنين وانا بدي واحد وانت بدك ثلاثه. فبالتالي هيدي هي الفكره تبعها. فكره ثانيه تبعها مهمه البرايمريز، انه الناس حست حالها مشاركه بالقرار. انت بتعرف انا وياك بنعرف لانه احنا اولاد منطق، نعم، دائما المكتب السياسي او الزعيم انه بيجي رئيس الحزب، تماما جينو، بيجي رئيس الحزب بيقول بهالمنطقه بدنا نرشح فلان وفلان، حتى المناصرين تبع هذا الحزب ما بيسالون، يعني ما بيصير في استشاره لمناصري واعضاء الحزب. بيجي رئيس الحزب كل احزاب لبنان هيك بيقول ببعلبك الهرمل هيك، ببيروت هيك، بالبقاع هيك، بالشمال هيك، بطرق وهيك وهيك بيصير، وهيك ببلش الشغل. وفي محلات تانية خصوصا من يعني بالمنطقتنا ومنطقتنا انا وياك ومنطقه كلها، انه في ما يسمى العائلات السياسيه والبيوت السياسيه يلي هي التنقي بتصير على موضوع التوريث السياسي مثل ما بنعرف، يلي هي يعني كمان انه اذا بدك حدث سياسي انثروبولوجي بيصير بانتقال الزعامه من الاب للابن. هذا كمان اوكي نحن يعني عم نحاول نوضح او نطور نهج سياسي مختلف. فبالتالي ايه اجت البرايمريز نوع من هيك يعني awakening moment لكل هالناس، انه خيليك هول الشباب والصبايا ليه كيف نظموا حالهم بالسياسه اهميه البرايمريز. وحسب معرفنا، وهذا هون كمان كتير مهم جينو، انه بعض الاحزاب بالمنطقه عنا سالت اعضاء، سالوا القياده انه شمالهم عملوا برايمريز، قالوا لنا طب يا جماعه استشيرونا بس قولوا لنا انه شو رايكم بهذا. الاحزاب التقليديه احزاب السلطه صارت عم حس، صح انا بدي هيك شيء كمان، صح ايه، انه خلينا عم يقولون نحن معكم، ما نحن رح ننتخبهم، بس انه استشيرونا، اسالونا بس سؤال شو رايكم بهالمرشح وبهيدي المرشحه. ابدا مستحيل. شمالنا هي المشكل معها بالنسبه للاحزاب الباقيه جينو، هو فكره انه هذا النهج السياسي مزعج، اوكي، مزعج شو يعني انه تشاركي؟ طبعا انه قبل ما كان ضروري يعطلوا هم الفوترز تبعهم الا نهار الانتخابات، وبعد الانتخابات خلص بينسون exactly. وهلا صار دي يعني بدهم ياخذون بعين النظر، ما بقى فيهم اوكي خلص يلا هاي هي زي ما هي مثل ايام كان قبل. هلا صار انه انت ما ليه هيدا نقيته وكذا. ولالي اكثر بروف ديسبايت اللي قلته انت انه في كتير ناس يمكن ترددت وما راحت، هذا المحل الوحيد وين في ليجيتيمسي، لان بلبنان نحن الانتخابات شيء كتير نادر. يعني انا عمري 31 سنه مره بس مصوت بحياتي كلها، قد ما ضل ياجله قد ما كل مره يكون في شيء. سو كل الناس الليجيتيمسي اللي هني بتاخذها بيكون من شيء مثلا من 5 سنين، من 8 سنين، من 10 سنين. تمام، اليوم تغير، اليوم في فوترز جديد ما بحياتهم صوت، في كثير فوترز اللي انتم معودين عليهم فلوا او ما بقى رح يصوتوا. فهيدا احلى سوليوشن قطع. وانا رح اقول كبيرسونلي انا انه خلص وقت عملوا شمالنا هذا الشيء البرايمريز اتنعت، لانه هون كان في تشانس للكل يكون انفولفد، وهدول الاشخاص نقون. ففي مرحله وين بدنا ننسى شوي الذات وراينا الشخصي، واذا هذا مش عجبني 100% او هيديك مش عجبتني 100%، ونفهم انه في شيء البرايز تبعنا هلا اهم لازم نركز عليه، اللي هو كيف نغير the current situation لو منه ايديل على الاخر. وهذا لسوء الحظ عم نشوفه باكثر من ديستريكت، فمش هيك حبيت نبلش ب ديستريكت شمال 3 تنشوف انه في possibility تنعمل هذا الشيء
ونكون كلنا متفقين عليه ونمشي وراه بلا ما يكون مثل ما قال السياسة. وانا برايي، انا برايي جينو انه، وباكد لك انه انتخابات الجايه ولا اي مجموعه معارضه او احزاب معارض او حتى الى حد ما احزاب السلطه رح تفوت على الانتخابات بلا برايمريز. برم شمالنا ارست، ارست موديل، ارست نموذج للعمل السياسي وتحديدا بموضوع البرايمريز، هو كل الناس رح تصير تطالب فيه، لانه اوريدي اذا بتسمع التي في توك شوز واجواء المعارضه وكذا كله انه ليكو شمالنا شو عملوا. نحن كان جينو، نحن اول لائحه سجلنا بالوزاره الداخليه، اول لائحه بلبنان، بلبنان، لانه عاملين الدفوار تبعنا المرشحين اوريدي ربحوا من شهر ونص، طلعت اسمائهم، رحنا بس بروتوكوليا اذا بدك على وزاره الداخليه لما كانها اول نهار سجلنا وخلصنا وانتهى الموضوع. هيدا بيريح هون، وهون بيريح مش بس المجموعات والاحزاب الجديده اللي لازم هن يعملوا برايمري لحالهم، مش المناصرين، ما بحب هالكلمه، بس الفوترز بكل هالديستريكت مش لازم بقى يقبلوا ان ذا فيوتشر ما ينعمل برايمري تماما. اشخاص مش حتى معينين هن قرروا انه انا بدي اعمل هالمجموعه، هن يقرروا عن ديستريكت باكمله، او مثل ديستريكت تبعنا وين في اربع اخضيه ما في حدا ينقي عن كل البقيه، لازم الناس تكون انفولفد بارتيسيبيشن بهذا الشيء. ليك وما بخفي عليك جينو، احنا كنا حابين نوسعها اكثر بعدين لاسباب لوجستيكيه، لانه عن جد كان بدنا نفتح اللعبه على الاخر الوضع احنا ذس يير. وانا ما انا رح اكون صريح معك، ما توقعت انه رح تقدروا تعملوا برايمري في كل سيتويشن، بس انه شيء كثير انا اعطاني امل انه اتليست صار في بريسيدنت، صار في سابقه لهذا الشيء، وما في حدا ينكر انه ما مشيت بطريقه يعني ideal given the circumstances يلي نحن طبعا طبعا. بس نحن كمان كنت حاب اقوله 100% موافق معك جينو، انا يمكن احنا كنا نروح ابعد من هيك، بدنا نفتحها للبرايمريز بالاربع اقضي، بمعنى ابن الكوره الفوتر بالكوره في ينتخب مين بده ببشري، البشري في ينتخب مين بده ببلاتروم، بلاتروم في ينتخب مين بده بزغارتا، والى ما هنالك. بعدين ارتقينا انه لا لنعطيها افضل كاول اكسبيرينس، تضل كل قضاء لحاله. هل قد كنا عندنا شجاعه نروح لبعيد بهالاشياء؟ هل قد كنا مرتاحين؟ طبعا الفريق اللوجستي تبع شمالنا يلي اورجنايزد اول السوفت وير، الكاونتس اوف فوتس، ميكينج شور ذات ايفريثينج از سوبر، اذا بدك هيك يعني تكنيكلي لوجيستيكلي هيك ترانسبيرنت اند افيشنت، نعمل شغل هائل. وما بخفي عليك كلنا بشمالنا وبرات واصدقاء شمالنا جينو كانوا عم يقولوا لنا انتبهوا من الجيش الالكتروني تبع حزب المنظومه ما يفوتوا ينتخبوا، واذا بدك بهالمعنى ينتخبوا مثلا مرشحين معينين وهذا ويجبروكم فيهم، يجبروكم فيهم شو قصدي، يجبروكم فيهم. ايه رح كون اونست معك يعني صريح بهالموضوع، انا تجربتي مع الجيوش الالكترونيه كلها تبع حزب السلطه يعني unprecedented صراحه. طبعا 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 الميثودز تبعهم صحيح. في انا خفت منه انه اذا فيهم يعملوا فوت ريجينج، يعني انه يزعبروا ما يكون الناس يلي يعني يكون شيء منظم من عندهم كلمه اللي يفكس شيء معين، وعم نشوف هذا بكثير، كل ديسانفورميشن ميسانفورميشن عم يطلعوا انه ما العازل الانتخابات وخلص ما حدا رح يصوت والشعب اللبناني ما بيتغير وبلا بلا بلا، كل بومباردمنت تالي نهار على توك شوز على التيفيات وبلا بلا بلا، كرمالي انا الناس خي انه خلص ما تجرب تروح، بيكونوا هن محضرين البصات للمناصرين والمحزبين تبعهم بيبعتوهم، وهن واو احلى على طبق بنفضه، هيك بيكون الصوت الحاصل اوطى لالهم وبيكونوا مأكدين انه رح يربحوا، ما بيعتبروا هم بس اللي بده يضيع 100%. بس احنا كمان تو بي فير ان اونست كمان عملنا لجنه البرايمريز، كان في لجنه كوميتي من الاقضي الاربعه عم تعمل لجنه. اول شيء هذا الموضوع تعاطت معه بكثير جدي، بمعنى انه اكزامبل لغير ناس رح يسمعوا كيف هن معقول يحلوا هال او تو ميتيجيت هول الثريتس اللي معقول تطلع. توتالي اللي عملناه هو اول شيء اوكي في 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 اول اند وفي اخر اند. اوكي اول اند هو الناس اندعت ناس يقدموا للبرايمريز، دعت ناس كتير شخصيات مش بس ناس بقلب شمالنا. نحن حبينا هذا الاكزرسيس جينو يكون اوسع، كلش اكيد ما في حدا مربوط بالمنظومه او كان بالمنظومه وترك يكون جزء من البرايمريز، هيدا اول كريتيريا طبعا بطبيعه الحال. بس كل الناس صبايا وشباب يلي هن بجو المعارضه ويلي مش مرتبطين بمنظومه الحكم نحن دعيناهم يقدموا، قدموا سيفيات في كوميتي. هل كوميتي شافت مين عنده الخبره المناسبه عنده يعني بيقدر ادد فاليو بالمعنى السياسي للحمله النيابيه، عملت نوع من فلترينج لكل الاسماء وبقي كذا اسم بالدوائر الاربعه. هيدا اول اذا بدك اول اكزرسيس نعمل من اول اند.
تاني اند جينو، هذا الاهم، انه كل الناس يلي عملوا ريجستريشن ولا ما، وهذا هذا هذا الشغل هائل اخذ من التكنيكال تيم تبع شمالنا، تدقق بالهويات جينو، بمعنى مين بيقدر ينتخب، لما نفوت بموضوع الجيوش الالكترونيه، لانه نحن عرفنا كانوا بدهم يفوتوا وينقوا بطريقه ما وينزعوا البروسيس كله سوا ويجبرونا بمرشحين يمكن هني مش اذا بدك على تماس مباشر مع جو شمالنا السياسي. فمن اول اند وثاني اند انضبطت مين الفوترز، دققت بهويتهم، البلد صغير كلنا بنعرف بعضنا جينو انت بتعرف هالشيء، فاذا حدا كان عنده افيليشن مع حزب معين وسبورتر لحزب معين، نحن ما يعني ما كتير خلينا هالناس تو فوت، اوكي، لانه ما بدنا كان البروسيس يكون عن جد انه المعارضه والثوار هن تو فوت فور ذا رايت بيبل. ومن اول اند طبيعي، لانه بس طبعا البرايمريز هون يعني مش مين ما كان في صوب البرايمري بده يكون مسجل تبعه، سو هيدي انه منا انتخابات انه الكل يلي مثل انتخابات النيابيه اللي الكل لازم يصوت، حتى الناس اللي ما بنحبهم ونحن عم نفكر مثلهم لازم يطلعوا يصوتوا. هي طبعا البرايمري هي انترنال شيء نحن بين بعض بدنا نشوف مين بيناتنا اكثر شيء مؤهل والناس اكثر شيء محمسه عليه تنقي الشخص. بس 100% this is it. اوقات ليش نحن مين نصوت، this is it official، هذا شيء انترنال صحيح، لانه انا وهذه دائما بعلمها بصفي لما بعلم بوليتيكال ساينس، ودائما بقولها وكلنا بنقولها جينو، السياسه او التمثيل السياسي representation اوكي it's about legitimacy and legitimacy it's about people choosing. اوكي هالفكره، whether it's a primaries whether it's a presidential election whether it's a legislative election this is it. اوكي نحن العشرة مرشحين عليه حكمانا اليوم عندهم لجيتيميتي، اوكي يا ريت الرقم كان اكبر بكتير بس عندهم لجيتيميتي، عمل اكزرسيس جينو، في ناس انتخبوا فلان وفي ناس ما ربحوا الالكشنز، وعلى فكره برهنوا هلا الناس عن روح رياضيه واخلاق كتير عاليه، هن جزء من الكامبين هلا تبع شمالنا عم بيساعدونا كتير وهن خسروا بالبرايمريز. فهذا كمان شيء بنحكى عنه لذيذ، انه مش كل الناس كانت في مش قصدي كانت عم تعاطى بسلبيه إذا ربحوا ولا خسروا. هيدي هي الفكرة، نحن we're looking for legitimacy، خصوصا أنت بتتذكر كنا نشوف بعضنا كل وقت بساحات خصوصا ساحات بيروت، أنه نحن قلنا السلطة سقطت، لا شرعية، كنا نستعمل هالكلمة جينو بتذكر، لا شرعية سياسية وشعبية لهذه السلطة، ما بين مليونين لبناني، مش هناك قلنا we want anticipated election، you remember that جينو. فهي هالفكرة الناس كلها هي كانت تقول السلطة بأول كم مرة اول ايام الثوره انه طب ما كيف ربحوا الانتخابات اذا هيك، ايه بيفرجيك انه ما كان في ليجيتيمسي لطريقه كيف الانتخابات انعملت، انه يعني شو سنه وشوي اقل حتى ليك قديش نزل ناس، طب ما مين اللي صحيح صوتوا لكم، سو ليجيتيمسي فيك يلي انه مثل انظمه مثل عند الاسد وهيك انه كبير ربحوا ب 97% وما ادري شو وبيمشوا فيها، ات وونت ورك بالاخر رح تنفجر بوجهك وهيك صح. 17 تشرين طبعا ما توقع هيك رح يصير، خاصة بعد الأبسيتس تبع 2015-16 خلص قال رح يصير شيء بلا بلا بلا، طلعنا كلنا بالآخر يعني أنا عم أحكي personally at least طلع ما معنا حق وناس نزلت وكترت طبعا ما في كثرة من الناس، فأحسن نعدل هالسيستم to include them بدل ما نضل نكذب على الناس انه هن الاكثريه الحكمين. مشان هيك تماما جينو، مشان هيك لما بيصير في مظاهرات كبيره بالغرب عم بحكي عن اخر 60 70 سنه وبيزا الناس بقوه، الحكومات اللي بتحترم حالها انه بتعرف في ديمقراطيه it's not only about the practice of democracy، في ثقافه culture of democracy اللي علاقه بكثير اشياء يبقى لازم شي نهار كمان نحكي فيها انا وياك، بس فكره انه اول شيء بيعملوه الحكومات بالعالم الغربي الديمقراطي بس يصير في هالقد عدد ناس كذا they go for anticipated election early elections، لانه ما مش ممكن جينو يكون في حكم عم يحكم مع السلطه التنفيذيه او السلطه التشريعيه وما في لجيتيميتي، ناس مش قايله كلمتها، مش ممكن، ما بتمشي الديمقراطيه، ما بيمشي السيستم، الحكم ما بتمشي اذا ما في لجيتيميتي، والحكم بلبنان نهار 17/20 انهارت الشرعيه عنه، انهارت، نزع الشعب اللبناني، مش هيك بلشنا نحن نركض ونقول اوكي خلينا نروح على الالكشنز اذا انتم ربحتوا اوكي ربحتوا، بس اعطوا فرصه للبنانيين يرجعوا مين بده ريبريزنتاتيف عنهم. هيدي الفكره، يعني نحن عم نواجه كمان وهذه مهمه طبقه سياسيه فاقده للشرعيه السياسيه والشعبيه من 17/20. هلا تقنيا بعض النواب قانونيين، يعني بعض يعني بالمعنى القانوني بعض النواب، بس كشرعيه سياسيه
تذكر يا جينو قد ايه كم مره منعناهم يعملوا مجلس نواب؟ ذاكر بشهر اكتوبر ونوفمبر نسكر مدخل مجلس، لما مجلس النواب ما بيقدر ينعقد الا بالقوه وبالتشبيح وبحرس المجلس عم يقوس على الناس، هيدا حكم سقط، ما بقى عنده لجيتيميتي، ما عنده شرعيه. فكره الشرعيه والتمثيل السياسي هول روح الديمقراطيه جينو، هيدا اللي نحن بشمالنا حاولنا اذا بدك في مكان ما نسترجعه، من انه الناس تعوا انتم صوتوا مين بدكم مرشحين، وهيدي الفكره اللي عم نخوض معها نحن الانتخابات النيابيه. هلا بعد شوي اكيد رح نحكي انه خيي من اليوم اللبنانيين عندهم قرار كتير كبير يعملوه، اوكي؟ القانون منه لذيذ ابدا تو سي ذا ليست، مخيط عيسهم اكيد، الصوت التفضيلي مشكله المشاكل، كثير اشياء غلط بهذا القانون ماشي، بس اليوم اللبنانيين بدون يصوتوا بطريقه عم يعطوا شرعيه سياسيه للحكم. In English we call it mandate. It's a mandate جينو. It's a mandate. ذكرتني اليوم شفت على انستغرام اكونت بحبه بيحط اوقات كوتس بالعربي، مكتوب كان كلما ازدادت الدوله هشاشه ازداد ارهابهم في الدفاع عن نفسها. Which is exactly اللي كانوا عم يجربوا يعملوا هن وقتها. تماما. هن هالشيين صاروا يحطوا ناس تكب حجارة هنا من فوق وحرس المجلس أو قصاص ويجوا يحطوا طبعاً 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 عم يتحدثوا تتشوف طبعاً. ومن بس إنه حدا عم يقدر يحكي مع الثاني ويطلع بأفكار تماماً. فهيدي الفكرة الأساسية إنه كيف الناس بتستعيد القرار وكيف الناس بتشارك بالشأن العام وكيف ما الناس تقول ما بحب السياسي وكذا إلى ما هناك، بقى كنا نسمعها يعني آخر مدري كم سنة بالبلد إنه لا وكذا، كل ما واحد بالجامعة يقول لبيه أو لأمه أنا بحب السياسي، لا شو بدك فيها بعد عنا، نحن عم نحاول إن كان بشمالنا وبعض الدوائر إنه نصالح الناس مع فكرة إنه يشتغلوا بالسياسي، وإنه فكرة حزب مش 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 شغلة غلط، وإنه الديمقراطية ما بتمشي بلا أحزاب، وانه اذا الاحزاب اللبنانيه الموجوده هي احزاب طائفيه وكانت ميليشيات من 30 سنه، مش يعني كل فكره حزب جديد هو فكره ما منيحه، لا ديمقراطيه، ما في بروجرس ان سوسايتي كلتشرلي اون سوسايتي ليفل بوليتيكلي سبيكينج بلا احزاب. شو الاحزاب عندها دور كتير كبير بالتقدم الاجتماعي، بلا احزاب ما في حياه سياسيه. فنحن كمان عم نحاول الناس انه اتس اوكي تو انجيج ان بوليتكس اند تو بي انفولفد ان بوليتكس، هذا كمان عم نقول تراينج تو بريتش ذات اوت كمان للناس انه ما تخافوا. مش شرط ناس نفكر بالبيان السياسي يعني نعمل بيانات ومدري شو، بس ما الناس تنسى انه السياسي مش مثل سبجكت يعني بالصف تعمله بالمدرسه، بس هو كل شيء له علاقة بحياتك، لأنه بيأثر على المسار اللي أنت بتدفعه، ضرائب وشو بيصير بودائعك وكله، ما البوليتكس يعني بقرر شو بيصير فيهم. تماما يعني إذا نياله اللي عنده اللوكجري أنه ما يعطل هم هالشي، بس لأغلبيتنا بلا السياسة is affects our lives كل يوم. طبعا تشتك الديجونتور وقت ما في يدفع حق الجامعة، وقت ما أنه مؤكد أنه إذا حدا من أهله مرض كيف يفوتوا على المستشفى، هيدا بوليتكس كمان، لأنه البوليتكس وصلونا لهون. طبعا اذا شيء حلو اخر سنتين in terms of awareness تبع الشعب صار يفهم انه هالقصص منهم انه هيك في انا حط حيط حولي وما احضر توك شو إيه. او هيدي او هيدي الفكره بحبها كتير جين، بحبها بالمعنى انه بتتعاطى مع هيك بحذر، انه فكره انه الناس بلبنان ما بقى تقدر عندها اللوكس انه تكون على هامش الاشياء، فهمت قصدي؟ انه يصير الحداث وانه احنا ما خصنا، لا هيدا الوعي السياسي اللي كمان بعد 17 20 رح نشوف قد ايه حجمه بعد 35 يوم، اوكي؟ بس الناس انفولف، ما بقى اللبنانيين بيقدروا يقولوا انا ايه انه عم يصير في احداث وانه انا ما لي دخل فيها، لا نحن عم نقول تعال يكون لك دخل فيها، انت جزء منها، انت بتقرر كيف هذا البلد بيروح، وين بده يرسي، كيف بدنا نوقف النزيف، كيف بدنا نخفف معاناه الناس، كيف هذا جزء من قرارك، هذه الورقه اللي بالصندوق بدك حتى مربوطه بهالشيء، وهيدي الورقه وهيدي بهمك كمان جينو، انه queuing on a Sunday any Sunday to vote it's not only about the, يعني قد ايه واحد you spend time queuing او تحط الورقه بالصندوق، so many factors انا وياك بنعرف هالشيء بيأثروا على الفوتينج بيهيفير، في psychological في psychological attachment في الانتماءات الاوليه، ما هيك عائله عشيره طائفه مذهب كذا، في ضغط في intimidation it's not easy to break through from all this
these factors لتقدر حط الورقة. فهيدا السحر تبع إذا بدك السحر، ممكن تكون بالمعنى الإيجابي والسلبي تبع الحياة السياسية بلبنان، اللي هو هذا التنوع الطائفي الكبير ومشاركة الناس في السياسة، وكيف الناس بتفهم مشاركتها بالسياسة، يعني كيف بتنظر لحالها جينو. وهيدي السوق، وأنا هد أنا يعني I've worked on that، بمعنى مش هيك قلت لك identity politics أول شيء. في جينو، في صورة كل واحد منا عن حاله هو كشخص كفرد individual، وفي صورة لبنانيين عن حالهم كبارت اوف جروب الجماعة. فهمت شو قصدي جينو؟ وهيدي different behavior in politics، لأنه الجماعة عندها اللوجيك تبعها بتتحرك بطريقة وبتركب سرديات وخبار بطريقة إنه الطائفة بخطر، إيه؟ أو حقوق الطائفة يلي سمعناها كثير نحن، أو إنه زعيم الطائفة، فبالتالي هيدا it affects the political behavior وبالتالي voting behavior. وفي أفراد طلعوا من فكرة الجماعة عم يحاولوا يقولوا نحن مواطنين بلا شعب، بلا كلام شعبوي وشعر، وبالتالي متصرف بالسياسة ومننتخب بالسياسة بطريقة نحن كمواطنين. هذا عالمين نحن we're fighting between these two. يعني كمان الواحد يكون هيك يعني يطلع بالأشياء كباحث، مش كل وقت كبوليتيكال كاديديت وهون عم بحكي عن حالي. ومشال مثل ما كنت عم تقول، صعب الواحد يترك الايدنتيتي اللي they identify with، خاصه انه هالقد معودين صار لهم عليها. بس انا بشوف كمان اوقات المشكله انه بخافوا من الالترناتيف، لانه في انسرتينتي بعقلهم، يعني ما انه مؤكد شو معقول يطلع له، اذا مش يطلع له اذن رشوه وهيك، بس قصدي كيف معقول تتغير السيركمستانسز تبع حياته اذا غير عن يلي معودين صار له جنريشن اللي عليهم. شو انت بنظرك او بتصورك شو الالترناتيف معقول يقنعهم انه بلا صار وقت نغير، و it's not gonna be risky تنروح على هيدا الشيء الجديد يلي obviously عايزينه صرنا بلبنان؟ ليك جينو، ليك في كذا شغله، يعني انا برايي في كذا لاير لهالسؤال. اول شيء انه هذا البلد من وقت ما خلصت الحرب لليوم عايش على فكرتين بالسياسه، يعني هذا الاكثر شيء اخذ هيك يعني اذا بدك امبلور معه، هو موضوع 8 و14 اذار. اختزلت السياسه بفكرتين كبار، كل واحد عنده الريتوريك تبعه والسرديات تبعه والارتباطات تبعه وخبر الخبريه تبعه. لما نزلنا ب 17 20 كنا كمان، وهون الاهم، عم نساهم مباشره بخلق مناخ سياسي جديد خارج الثنائيات. هالثنائيات اللي ما رح نطول الحكي عنها قبل ما اجاوبك على سؤالك، اللي هي فكره انه في امكانيه انتاج كلام سياسي وسرديات سياسيه وفكر سياسي وطريقه جديده بالتفكير بالاقتصاد وبالاجتماع وبالثقافه وبموضوع الحريات بطريقه جديده. اوكي، هيدي هي فكره 17 20. مشان هيك 14 و8 واحزابهم كانوا سوبر انكمفورتبل مع هيدي الفكره، انه اول شيء نزل مليونين لبناني يلي هن، انه من هني هالافراد؟ نحن كنا نزلنا جيلو، ما نزلنا كجماعات، نزلنا كافراد، انه نحن عم نقول ما بقى فينا، ما بدنا نكفي معكم، هيك نزلنا. وهذا الشيء مزعج لانه لوجيك بفتكر، يعني بس تو بروف يور بوينت، انه بعده كل الاحاديث يلي بنسمعها من جنبهم عم تجرب ترجعنا على 14 8 تماما، لانه ذير نوت كابل انه تو اوبريت او انه يتصرفوا بطريقه وين منه هيدا الشيء الراسخ، انه في 14 8 وما في غير اوبشن، واذا انت مثلا يو كوينسايد او يو كلاش مع بوينت دغري بكبوك على الثاني. يعني انا الجيوش الالكترونيه جمعه انا عوني، جمعه انا اوجه، جمعه انا بحب الحزب، جمعه الحريري عم يتفالي، جمعه بحب جنبلاط. سو كل ما يكون شيء مش عجبهم دغري they project انه انا الشيء اللي هن معودين يكرهوه او التراديشنال انمي تبعهم، فبترجيه هن مش محضرين لهيدا العالم يلي بوست 14 8. ايه تماما، لانه هيدا اهين شيء تحط ناس بالكاز، وبالتالي بس تحطهم بهالخانه اذا جاز التعبير جينو، بصير هين تركب كمان اخبار عليهم او تتهمهم بهالشيء او شيء. فايش 17 20 تقول لكل هالسلطه؟ انه خي في ناس عم تفكر بطريقه جديده، في ناس بتفهم الاشياء بطريقه جديده، في ناس بتمارس السياسه بطريقه جديده الى ما هنالك من اشياء. هيدا المزعج الحقيقي، هيدا اللي زعجهم كلهم سوا، هذا اللي خليهم كلهم. يعني انت بتعرف تشكيل الحكومات كيف كانت تصير، حكومات وحده وطنيه، صارت السلطه التنفيذيه ميني مجلس نيابه. احنا بنعرف يعني ما ممارسه السياسه كلها غلط من اول نهار. الكل بده يكون بالحكومه، الكل بده يكون ممثل، واذا ما حدا زعل تطلع خبريه حقوق الطوائف، صارت اللعبه كلها سوا مكشوفة من اللبنانيين. هيدي بحد ذاتها انجاز هائل لثوره 17 20، بالمعنى انه، وهذا حكيناها قبل جينا، موضوع الوعي السياسي اللبنانيين صاروا يعرفوا انه لا، اذا صار في مشكل
الرياكشن الاوليه عند اللبنانيين مش كان عنده وظيفه جينو بمعنى شد عصبه، صار وظيفه انه هدي اوكي هلا انتخابات بدهم يعملوا مشكل شدوا عصب كلهم سوا. هيدا موضوع البسات بالسياسه يلي هن بيعطوا لبعضهم بالاوقات الحشره، اوكي جزء من المشهد السياسي اللبناني اقله اخر 30 سنه. ثوره 17 20 طويت هذه الصفحه على طريقتها، على قديش هي بتمثل مزاج رح نعرف بعد كم يوم بعد شهر، لتقول انه لا لحظه شوي، نحن بنعرف كيف تشتغلوا انتم بالسياسه، نحن بنعرف كيف بتشدوا عصب، نحن بنعرف كيف تحكوا عن حقوق الطوائف، نحن بنعرف انه كيف كلكم قاعدين مع بعضكم، كنتوا في ناس مشاركين مباشرين بالفساد وفي ناس ساكتين عن الفساد وعارفين فيه، بنعرف كل اللعبه، اللبنانيين كلهم صاروا بيعرفوا. بهالمعنى شمالنا جاي تقول اوكي طيب صرنا نعرف كل هالشيء، ما عنا خجل وعنا كل الشجاعه انه نحكي بالسياسه بطريقه جديده، وتحديدا جينو وهذا بجاوب على سؤالك، انه اليوم بالبلد في مشكله سلاح، هذه مشكله ام المشاكل، لا امكانيه لقيام الدوله، لا امكانيه للاصلاح بوجود سلاح خارج الدوله، اوكي؟ هيدي البي ابا ريزون داتر تبع فكره الريزون ديتا اذا جاز التعبير، منيح؟ بس هذا ما بيمنع جينو انه نقدر نقول انه في ناس مسؤولين عن الدمار، في ناس مسؤولين عن الانهيار، وما بيمنع نقول انه في كتير قوانين قادرين نعملها اذا وصلنا على مجلس النيابه بتخفف من اوجاع الناس while talking all the time about the sovereignty issue. نحن اذا 14 اذار كنت تحكي كل وقت على موضوع السياده وما عملت شيء منه، و8 اذار ما بعرف شو كنت تحكي صراحه، نحن جايين نقول انه اوكي موضوع السياده كتير مهم، كل دوله ما في ممكن تزبط اذا ما عندها سياده، بس بذات الوقت فينا نفكر بالاقتصاد بطريقه جديده، فينا نفكر بالصحه بطريقه جديده، فينا نفكر بالقطاع التربوي بطريقه جديده، فينا اول شيء نعمله نوقف النزيف اذا فتنا على مجلس النيابه، فينا نخابط ونعمل مشاكل بالمجلس النيابي جينو ونقول للبنانيين ليكم بهاللجنه الاداره والعدل هيك عم بيصير، باللجنه المال هيك عم بيصير، باللجنه البيئه هيك عم بيصير، نفوت لجوا تو اكسبوز ذم to engage in sort of a direct democracy، يكون الشعب اللبناني مشارك عم يعرف شو عم يصير، عم يعرف بيصير جوا. نحن شو عم نعمل بهالانتخابات جينو غير انه نفوت ناس شباب وصبايا يقاتلوا من جوا، يقاتلوا على كل شغله، من حقنا نعرف يا خيي طيب الاي ام اف شو عم يطرح، نسمع هيك اشياء صغيره عم بتصير، ما بنعرف شو فعليا شو هن الاساس اتفقوا علينا، وهيدا الشيء اذا مشي بغض النظر اذا الاي ام اف رح يقبل فيه is going to shape our life and the economy of our country for the coming 30 to 40 years. يعني ولاد ولادك جينو مش مزح اللي عم بيصير بالبلد. We need more exposure, more transparency. وبهالمعنى عنا كتير قوانين ما رح نفوت فيها هلا، وكل قوانين يعني بتسهل حياة الناس وبتصالح الناس مع فكرة انه هن مواطنين ومش رعاية، بتصالح الناس مع انه فكرة، وعن جد عم بحكي انه نايب منه intermediary وسيط بين الجماعة اللي بيمثلها والخدمات والدولة اللبنانية، إنه النايب عنده فكرة، عنده مسؤولية، هي بيشرع وبيراقب، أوكي؟ عندنا كتير أشياء نقولها بهالمعنى. فكرة القضاء، شو بدنا نحكي على سكرية القضاء؟ بدنا نحكي، أنت بتعرف أكتر واحد ومعانا من هالموضوع للآخر، يعني القضاء مسيس بهيدا البلد. هيك أنا هون مش معكم. Exactly. للأسف. And you are missed here صديقي. فبهالمعنى كمان. طبعا 14/8 إذا في أنا أكبر عتب عندي إياه على يلي كانوا يسموا حالهم 14 أذار، إنه قد ما استعملوا قد ما سخفوا فكرة السيادة وبنفس الوقت كانوا عم يكونوا شركة مع الأطراف مثل الحزب يلي هني بيعتبرون مش سياديين وكملوا بفسادهم عادي، صعب تحكي عن هالموضوع بلا ما الناس تحطك بالخانة. طبعا إنه أوكي يلا معلي أنا بعمل ديليت معهم هيك على السكت، بس إنه بطلع بحكي هيك شعارات كرمال حمس الناس، وهيدا بفتكر كمان تغير شوي بعد 27 وبعد بآخر سنتين، إنه ما عاد يعني إذا أنت عم تحكي عن السلاح يعني أنت مثل المنافقين تبع 14 طبعاً وقتها يكون ماشي معه بالحكومة معه وعاد الديلات بيناتهم عم يقسموا الكوميسيونات على كل شيء وبيطلع بيحكيك بالسيادة. I think تظهرنا من هيدي الجورة اللي كانوا حاطين السيادة فيها أخذ جهد كبير، I don't think لازم يرجع لورا، وهذا الشيء من بيخليني حس في شوية هوب إنه الناس ما عم تحس إنه خلص ما في option بقى أبدا بهذا الشيء. بلا بدنا نحكي عنه، لأن قد ما نحكي عن أفكار الاقتصاد ريعي ولا اقتصاد منتج ولا بلا بلا بلا، at the end of the day ما في شيء بينعمل بلا stability، وما بحياته رح يكون في stability
اذا في حدا اذا ما عجبه شيء بينزل على الارض مع سلاحه وبيجبر كل الباقي فيه. وبيعرقل الحياه السياسيه والحياه الدستوريه وبيلغي الانتخابات الى ما هنالك. بيقول لك انه انا ما بدي احكي عن الموضوع، بدي احكي عن انتج، عن بس اقتصاد كيف نعمله منتج بديل ريعي. حبيبي ماما it's not two separate things، نحن بفرد بلد كلنا عايشين. طبعا انه ايه بحط اللي هي الغلطه اللي صارت عده مرات وبعضنا ميوم نفس الغلط بعض الاشخاص لسوء الحظ. صحيح. نحن نحن وي ار اذا بدك ريكونسايدنج هو التو تيماتيك الكبار، موضوع اهميه السياده والسوفرنتي تبع البلد يعني، واهميه انه نرجع نفكر بشجاعه باقتصاد جديد اوكي، بلا ما نحمل هالطريقه التفكير جينو ايديولوجيات ان كان يسار ولا يمين. في هيدا البلد في تجارب اقتصاديه عديده مرق فيها اوكي. انا ما بسمي اللي قطع فيه لبنان ليبراليه او نيو ليبراليه من 30 سنه لليوم، هيدي كانت اوليغارشيه، رجال سياسه في لبنان حواليهم بوطه رجال اعمال ومقاولين وبنوك حاطين ايدهم على كل القطاعات في مونوبولي هائله على كل قطاعات الاقتصاد اللبناني، وصار في احتكارات. هيدا هو النظام الاقتصادي اللبناني. نحن قبل ما نحكي بالريع او بالخدمات، لبنان عنده كتير اشي يقدمها. وكمان ما بدي احكي شعر مجددا، هالطاقات هالادمغه عند الشباب والصبايا قادرين يكون الاقتصاد اللبناني نفكر فيه بطريقه جديده، بطريقه شجاعه اكثر، بتلائم فكره الجلوبلايزيشن، بتلائم انه هيك بنعرف قبل الكورونا وبعد الكورونا جينو في جوبز بدها تختفي. وي نيد تو بريبير kids at school level انه خي في اورينتيشن مختلفه، كيف بدكم تروحوا على الجامعه، شو بدكم تعملوا بالجامعه، مش كل شيء شهاده بالحياه. في طريقه اوكي مهم الزراعه اكيد، مهم الصناعه اكيد، نحن بلاد عندنا يعني طبيعه البلد تحمل كتير اشياء وعندنا ناس entrepreneur. بدنا نحاول to make sense of the economy. ما في اجوبه سريعه، but we need to make sense of all that and to put it all together to glue it او نطرحها. انه انا اليوم بدي ازرع، كيف بدي ازرع؟ وين بجيب مي مش ملوثه مثل اللي طاني مثلا؟ زرعت وخلصوا، بدي احطهم بالبراد، اي كهرباء انا قادر اعمل؟ تماما تماما تماما. خلينا نفترض عندي براد وقدرت اجيب مي نظيفه، لمين بدي اصدرها من بعد كل هاي السمغلينج والكابتاجون وكذا؟ وقت كل الماركتس تبعني اللي عاده بنصدر لهم ما بقى فينا من وراء اجندات ريجنال نحن مخصصنا فيها. يعني بيصير يطلع يقول لك هالافكار انه هن لقطوا الخبريه وعرفوا كل شيء. خليني فوت معك انا بالزراعه على البلكون كذا، وين بحطهم هون؟ وين او تبع فكره نعمل فريق تبع جبران او بيض فري ما بعرف شو. طب ما انا لمين بدي بيعهم هون؟ انا بدي اشتريهم ما معي مصاري اشتريهم، كيف بدي اخزنهم وكيف بدي اعمل؟ ليه بدي اشتريهم؟ ليه مين بدي يشتريهم مني وقت هالقد الكلفه عاليه بس تدور مطار او اشتري مازوت تقدر امشي التراكتور تبعي؟ يعني تماما الافكار انه هن لقطوها بس ما كيف بدي اطبقها جيفن انتو الانفايرمنت اللي خلقتوا لنا اياها وين مستحيل تعمل هيك شيء. اي معمل بلبنان بيقدر يضل مكمل. صحيح. وبهالمعنى لانه الوضع هالقد كارثي جينو، شمالنا عن جد عم بحكي ما بتحكي مع غرائز اللبنانيين وما بتعرف تشد عصب اساسا. شمالنا عم تحكي مع العقل، مع الريزن، مع الهدوء، مع الرواء. شمالنا عم تحاول تكون ناضجة بالسياسة. شمالنا ما عم تحكي بقصص كتير كبيرة، شعارات عم يرفعها بعض المجموعات والأحزاب الجديدة أو القديمة، بمعنى الكلام عن نظام السياسة اللبناني. نظام السياسة اللبناني يمكن بده updating، يمكن بده نطوره، بس هلأ مش وقتها، بوقت انهيار، بوقت في سلاح خارج الدورة. اليوم لازم يكون الأولوية نحاسب ونوقف النزيف، هاي الأولوية. بذات الوقت نحكي إنه فكرة عن أهمية استعادة سيادة الدولة مثل ما أنت قلت جينو، ولا أي مستثمر رح يجي على لبنان خصوصا بعد اللي صار آخر سنتين، طالما القرار الأول والأخير في الدولة اللبنانية مش مع السلطة السياسية اللبنانية المنبثقة من الانتخابات. خلينا نكون متفقين على هالشي، هذا بلد ولا ممكن ينجح إذا ما هذا الموضوع ضلينا نحكي فيه، ضلينا نحكي فيه لحديث ما يزبط. بس هذه الفكرة الجعيدة لمهمة كتير، هذا ما بيعني إنه في عنا كتير إشياء نعملها. فكرة اللامركزية الإدارية، تخيل نحن مع السلطات المحلية وتحديدا البلديات جينو، وانت بتعرف بلدية مدينتنا صغرت أهدل قديش فاشل بالمباشر وقديش ما عم تعرف تشتغل، وقديش لأنه هي بتشبه حكومات بالبلد، إنه هي البلديات مع سلطة تنفيذية وبتشبه حكومة البلد، بمعنى محاصصة بين القوى النافذة. عم بحكي اكزامبل إنه هذه بلدتنا أنا وياك جينو ببلدية صغرتها، هذه مجلس بلدي ما بينعقد. مجلس بلدي يعني مش بس على كيف طريقة، يعني بلدية مثل صغرتها إهدن والاتحاد كله
يلي فيه مدري كم ألف شخص تحتها وكم بلدية وقديه في تاكسز معقول يقدروا يستعملون لشيء له عازة. يعني unfortunately أنا بزعل على lost potential أكتر من أنه كيف لا، أنه تخيل شو كانت بينعمل أكتر لو at least بلدية الناس بتحط أول شيء development طبعا صحيح الكوميونيتي صحيح قبل ما انه مين رح يربح هذا شو تماما. بس لانه الاحزاب السلطه جينو بكل لبنان بيتعاطوا مع البلديات كلها بلا استثناء كمحل بارت اوف الزبائنيه بارت اوف ذير كلاينتلزم، بيوصفوا ناس بالبلديات ما بياخذوا معاشات ما بيشتغلوا، رئيس البلديه غالبا ما يكون جزء من الحمله الانتخابيه تبع هذا الزعيم او هذا الحزب، وبالتالي هيك بيطلعوا للبلديات مش كانماء كمحل زياده ليزيدوا انفلونس ونفوذهم على الناس. اوكي هيدا الشيء كمان لانه بعدنا عندنا انتخابات بلديه بعد سنه، اذا ضل في بلد واقف على الجيم على السنه بدنا كمان نناضل ونخابط لنعمل لوائح كتير قويه بكل بلديات البلد، لانه كمان جزء من فكره قلت اول شيء استعاده السياسه ونهج جديد وكذا هو استعاده البلديات، لانه هني على تماس مباشر مع الناس جينو وبيعرفوا هموم الناس وبيعرفوا مشاكل الناس وبيعرفوا كل بلده شو بدها، ومعهم السلطه التنفيذيه رئيس البلديه كتير قوي، يعني هو عن جد مستقل بيقدر يعمل كتير اشياء، بس لانهم كلهم ممسوكين وغالبا ما يكونوا انه هن جزء من الفريق السياسي تبع هذا الزعيم او هذا الحزب، فبالتالي بتلاقيه ما بيعمل الا مثل ما بده هذا الزعيم او هذا الحزب. وهذا جزء كمان كتير مهم لازم نوعي له انه اهميه انتخابات البلديه بعد السنه، مع انه هلا we are all geared towards the انتري بلديه حتى في تشانس اكثر نعمل التغيير عن جد بدنا اياه، لانه منه متشعب هالقد بالسلطه المركزيه وين حي الله حدا في عرق له. At the end of the day البلدية تبعك إذا ما بيقربك جارك أو بتعرفه فيك تحاسبه، يعني ما رح يقدر يفرج وجهه قدامك، بس وزير سرق مدري كم مليون ما رح تقدر توصل له أنت وبتشوف كيف بيمشوا مع عسكر ومدري شو. خصوصا هذه مهمة جينو، خصوصا أنه في دراسات انعملت أوكي هلا ما أنا published أوكي أنا شاركت بوحدة منها، هو أنه هامش يعني عند كل اللبنانيين وسلوكهم الانتخابي بالبلديات دائما بيسمحوا لحالهم يروحوا اوسع من كيف بينتخبوا بالانتخابات النيابيه. الانتخابات النيابيه اللبنانيين عم بحكي قبل ثوره 17 20 بيعتبروها انه جزء من ولاء او من رد اعتبار لهيدي الطائفه او لهيدا الزعيم، بالبلديات قادرين يعملوا نوع من مشكل ولكن كان صغير مع قياداتهم، لانه بالبلديات انت بتعرف الهموم هيك الانمائيه واحد بيقدر اللبناني بيقدر يخابط فيها اذا 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 فهم شو قصدي. فبالتالي بهالمعنى وبعد ثوره 17 20 انتخابات البلديه برايي حتكون كتير كتير مهمه ومفصليه واكاونتابيليتي اهي طبعا مش الناس ياخذوا على القضاء وكذا، بس ما اليوم تبع ما انا ما رح شوفه بالقصص الكوميون اللي بنعملهم بالكوميونتي تبعي، يعني انا اذا بدي اظهر اذا بشوفه بمطعم اذا بأوكيجن مثلا عرس او جنازه او واتيفر، ما هذا الشخص رح شوفه هناك ما رح يعمل فيه مثل ما وزير يلي ما بحياته رح يطلع على الكونستيتوينتس تبعه فيه يعمل. يعني انا اليوم وقت اقول بدي احط مكب هون او بدي كذا هون ومنه من الديستريكت تبع هذا الوزير رح يقول لك ايه ما عليه خلي اتليست انا عم استفيد، اصعب هذا الشيء اون ليفل اوف بلديه. فأنا طبعا رايي اباوت ذس طبعا نطول كتير على الناس لأنه خلوا الديتا هلأ وما في راوتر بالليل. أوكي. الشيء رح أسأله لكل الأشخاص اللي رح أعمل معهم حديث قبل الانتخابات هو في 49% انتخبوا آخر مرة بس. وهلأ so far في indicators أو at least طلعوا publicly available إنه في 35.3% من الأشخاص بلبنان منهم planning يروحوا ينتخبوا. ميشيل دويهي نزل بصغرتها مع شمالونا، شو بتقول لهون الناس اللي ما بدهم ينزلوا يصوتوا او ما عم يفكروا ينزلوا يصوتوا؟ اول شيء بقول لهم انه انا بفهم غضبهم وبفهم انه هن يمكن وصلت معهم الامور لمحل انكووا بالمعنى المباشر للكلمه مثل ما كلنا انكوينا، وبفهم يكونوا غاضبين وساكتين وما حابين يشاركوا بالعمليه الانتخابيه بعد 34 يوم، بس كمان عندهم مسؤوليه كتير كبيره بمعنى أنه لازم ننتخب التغييريين بكل الدوائر، إن كان بقضاء صغرتها ولا بشمال الثلاثة مع شمالنا ولا بكل الدوائر. بعرف المشهد السياسي العام ما كان مشجع جينو، بعرف، وبعرف أنه اللي صار مع بعض المجموعات كيف تشكلت اللوائح ما كان كمان مشجع، بعرف هالشي، بس كمان بعرف أنه بكل دائرة ممكن يكون في لائحة أحسن من غيرها، ممكن يكون في مرشحين عندهم مصداقية أوادم أبضيات بينعطوا فرصة. هذه الانتخابات مفصلية كتير مهمة، لأنه على أساسها رح يتحدد كتير إشياء،
الاقتصاد اللبناني، النظام السياسي اللبناني، وحياة اللبنانيين. نحن ما تنسى جينو، نحن بانهيار كامل، توتال كولابس، توتال كولابس، انهيار الدولة، انهيار مؤسسات الدولة، الاقتصاد اللبناني، سرقة أموال الناس، انفجار نووي ببيروت، إلى ما هنالك من أشياء. الناس لازم يحاسبوا شو صار فيهم، لازم يتخطوا زعلهم، يدفنوه، يتخطوا حزنهم، يدفنوه، لازم يطلعوا بقوة نهار 15 أيار وينتخبوا المعارضة، ويسألوا إذا ما بيعرفوا عن اللوائح، ما يستحوا يسألوا، بس لازم يحاسبوا السلطة السياسية، لأنه هي المسؤولة مباشرة كلهم مع بعضهم عن اللي وصلنا له اليوم. ناس سكتوا، ناس شاركوا، بس كلهم مسؤولين. فبالتالي على اللبنانيين، بعرف إنه يمكن منهم كتير مشجعين، بعرف إنه قرفانين، بس كمان في شباب وصبايا ومنهم شمالنا، وبكل فخر بقولها، عم يشتغلوا ليل نهار باللحم الحي، ونقوا مرشحين على اساس البرايمريز حكينا عنها قبل انا وياك جينو، ليقولوا في نهج جديد، في صبايا وشباب انضاف بهالبلد ومستعدين يقاتلوا لألكم ولاولادهم ولحالهم ولاولادهم ولاهلهم. فبالتالي نحن مثل هالناس، صار اللي صار معهم صار معنا، نحن مش وردانين السياسي جينو، ولنا عنا اموال، نحن كمان خربت بيوتنا مثل ما بيقول بالعربي الدارج، يعني لازم ننعطى فرصه، ولازم يدعمونا الناس، لانه رح نحاول كل شيء فينا، ما بايدنا عصا السحريه، بس رح نحاول نفوت على المؤسسات السياسيه ومنها المجلس النيابي، ونخابط من جوا، ونعيط، ونعمل مشاكل، ونفرج القصص بالوراق وبالمستندات للبنانيين، شو عم يصير بهذا القطاع، شو عم يصير بهالمؤسسه، وكمان مش بس هيك، رح نكون نقر ونشارك باقرار بموضوع الشأن الاقتصادي وتخفيف النزيف. كل شيء فينا نعمله رح نعمله، رح نعلن اللبنانيين شو عم يعمل البنك الدولي، وشو عم يعمل صندوق النقد الدولي، رح نكون موجودين وين ما لازم نكون موجودين، بالمعنى لنخلي اللبنانيين يشوفوا شو عم بيصير، لانه هذه الانتخابات اذا كان عندها دور مهم، وهذه اخر نقطه بقولها، هي انه اللبنانيين اللي انتخبوا لوائح المعارضه والثوره او التغييريين هن شريك مباشر بالقرار، هن جوا يعتبروا حالهم هن جوا مجلس النيابه، وعم يحاسبوا وعم ينتقموا من جوا. هيدا اللي عم نحاول نقوله، لانه شعوري انه لابد، ما بعرف قد ايه رح يكون الارقام تبع المعارضه تفوت على مجلس النيابه، ما حدا بيعرف، مثل ما قلت في undecided voters بعده رقم كبير. نحن شغلتنا ندق البواب، هيدا اللي عم نعمله بشمالنا، دور تو دور، عم ننزل على الساحات، عم نعمل اجتماعات، عم نطلع على الاعلام، كل شيء فينا نعمله عم نعمله ضمن امكانياتنا، لنقول للناس نحن هون ونحن حدكم وبدنا اصواتكم، تخبونا، نحن اولادكم، نحن اهلكم، نحن اصحابكم، ننعطى فرصه، شوفوا كل واحد منا من وين جاي، شوفوا كل واحد منا شو صار فيه، شو بيشتغل، وقرروا على الاساس، طلعوا انتخبوا بقوه، في فرصه قد لا تتكرر. هيدي الطبقه السياسيه مش مكتب لها تبقى للابد، ما في شيء بيبقى للابد، كل شيء في بدايه وفي نهايه، خلي هالانتخابات تكون تسريع النهايه تبع هالطبقه السياسيه، بارسال للمجلس النيابي شباب وصبايا تغييريين جدعان ابضيات بدون يقاتلوا من جوا. وثانك يو جينو. ثانك يو لك ميشيل، اونستلي هيدا انا بوافق الراي على يمكن هيك المشهد شوي سوداوي والناس عم خلص ما كله مش ماشي الحال ولا دايره وكذا، بس لشخص عم يتابع كل دايره ودايره وكل يوم بحكي مع كل الشباب وكل الصبايا من كل الديفرنت، هيدا اي ديسجري كومبليتلي. في عنا كثير اذا اغلبيه اذا مش كل الديستريكتس عن جد في الستيت عندها تشانس حقيقي وبتقنع، لو انه اتس بيت كونفيوزنج، وبفهم انه ايه صعب 15 دايره وكذا، بس لازم هن دائما يشيكوا الديستريكت تبعهم، يفهموا، يسالوا، يحاسبوا، يستفسروا، ما فيهم ينطروا انه تكون هيك سوليوشن هينه وخلص بق زي ما هي مثل ما كان قبل، لازم هن يعرفوا، هن يضغطوا على الاشخاص يلي بعدهم اوبستكلز قدام الليستات كوليشن يلي بين انه فوترز اللبنانيه وين ما كان، ان كان بالنقابات، ان كان بالجامعات، ان كان اني وير، عم يقبلوه، عم يكون بدهم اياه، فيرسز كل واحد يفتح حسابه يلي الناس مو بقى عندها بيشنس لها. ميشيل لي سون كون باهدان عم ناكل قرص كبه عم ناكل قرص كبه وعم نشرب كاس عرق ضروري تربحه وتنقدر نرجع لا بدك، حتى لو ما ربحنا بدك ترجع جينو. انا طبعا شوف بعضنا باهدن، بنقعد على الميدان، بنشرب قهوه، قرص كبه على الزغرتاوي اصلي يعني مع كاس عرق. وشو ما صار جينو نحن ربحنا عن جد، شو ما صار، وهذا مش كلام شعر، شو ما صار
أنا نحن كمان ربحنا. We set a precedent. This is very important in politics. بس كمان بدنا نكملها لنوصل على المجلس. Well, thank you again, Gino. It was a real Michel, pleasure. I had such a good time with the conversation. Good luck. Can't wait. Thank you.